العياشي. بصراحة كانت عندي بنت عندها إعاقة، ما تنقدرش نفارقها، تتجري إذا تفرقت معها تخرج ما ترجعش، تمات مسكينة. الله يرحمها. الله يرحمها، عندها 17 عام. السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، مباشرة معكم من ولاد عامر، بالضبط ولاد العياشي. اليوم عندنا واحد الحالة ديال حالة نصب من طرف واحد السيدة. كما كنعرفوا الأب ديال هذا، الأب ديال السيد الله يرحمه، كانت عنده واحد الأرض ومشارك مع واحد السيد، من بعد السيد توفى وتوفى حتى الشريك ديالو، ولكن هذيك الأرض يعني تباعت بواحد الطريقة يعني اللي هي صعيبة. بقاو معنا باش نعرفوا يعني كيفاش وقع هذا الشيء، وكيفاش هذه الأرض تباعت بلا الناس ميسيني. أجي قول لنا سي أحمد. السلام عليكم. عاود لنا سي أحمد المشكل. السلام عليكم اخويا، انا من الجاليه 40 عام تقريبا وانا برا، وتنجي غير بالكونجي ديالي هنايا مره ها انتم مع الباسبور ديالي. الباسبور ديالي انا ملي جيت واحد المره تصدمت بان واحد ملي جيت واحد المره تصدمت ملي سمعت البلاد تباعت، لمن تباعت وشكون سينا، ما عرفت كي دارت هاد المره. جات لعند الوالده الله يرحمها وما عرفت اش دارت، والوالده بدا فيها الزهايمر وبعت ليها ما عرف 4 ولا 6 مليون، ما عرفناش الحق شحال عطاتها. المهم ولهذا حنا 4 ديال الاولاد ديال الورثه اللي على برا، راه كل واحد مصيفط لي الاوديو ديالو، الفيديو ديالو مسجل بكل شيء بانه ما حاضرش وما مسينيش. كي دارت هاد البلاد تتباعت ما عرفت هاد الخواض كيفاش، حيت الاغلبيه ديال المهاجرين تيشريو بقع مثلا وتيرجعوا له، وملي تيجيو تلقاهم تبناو ما بقاوش على دميتهم. لهذا كان ناشد هاد الجمهور والسلطات باش تعاوني باش نرد هاد الشيء مشى ليا، وشكرا. السلام عليكم. شكرا صحاب شوف تي في، جيتوا معنا الله يجازيكم بخير. انا بغيت نقول لهاد السيده كيفاش دار لها عقلها حتى شرات هاد البلاد والويسي ما كاين فيهم حتى واحد، خوت راجلي ما كاين فيهم حتى واحد، بعدا حتى واحد حتى هنا. المهم هنا اللي مسيني راه مسيني، واللي ما مسينيش راه ما مسينيش، لان ما شرقناش معاهم الموضوع باش نقولوا راه سينا ولا ما سيناو. هاد المراه استغلت مت راجلي لان كانت فيها الزهايمر، وهي عندها اوراقها وكانت تداوي، كانت ديما متبعة الطبيب عند سميتو شنو يقولوا لي ذاك السبيطار ديال العسكر مريفي. ومن بعد استغلت هذا القانون هذا وعطات 4 مليون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بغيت نقول لك فاطمه من هذا المنبر، كيفاش دار لك عقلك حتى عطيتي لها 4 مليون ومراه فيها الزهايمر ومريضه، وعطيتها 4 مليون وكتبتيها على ولادك، وانت حاجه ومشبكه في بيت الله، حسبي الله ونعم الوكيل. واش يجيك النعاس ملي كتحطي راسك للمخده، كتحطي راسك للمخده وكيجيك النعاس؟ انا ما فهمت والو، ولكن كيقول واحد المثال تيقول لك الا كان السبع تحت الشجره الخروده ما كيطلعوش فوق منها. انت ستي البحيره خاويه، ما ستيش رجال اللي غادي يوقفوك في حدك، وفي راسك راه غادي تموتي وما غادي معاك والو. في راسك خليتي جوج يتامى مشردين بلا باهم وكليتي لهم حقهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. احنا صحاب الجاليه عندكم صحابوا راسكم، كنمشيو حنا لهير برا كنبقاو نشطبوا بالشطابه الفلوس، راه كنضربوا فيهم تماره باش كنجيبوهم وكندخلوا العمله للمغرب. كل
كل مره كنهضر على صحاب الجاليه كاملين، ماشي على اللي خبر عليه كتاخذوا له حقوق، راه حشومه وعيب. حنا كنثقوا في القدرات المغربيه الحمد لله، وكنثقوا في الحسن محمد السادس الله يخليه لينا، تنثقوا في ملكنا، وكنشكر كلهم صحاب القدرات يوقفوا معنا في هذا الحل اللي دارت لينا هذه المراه ودارتها. انا بعدا ما ماشي انا ما عنديش دخل في هذا الشيء، انا عي كنشوف المنكر، انا في مشت المنكر كنبغي نغيره. حشومه عليك فاسق الا متي، اشنو غتقولي لله؟ غتقولي كليت دوك الناس رديت عليهم 4 المليون وخديت ليهم البلاد؟ صحابي 4 المليون، 4 المليون ما يدكش لمراكش حتى 10 ايام. لا بغيت ارتحتي تسود دابا، دابا خويا يسرته 4 المليون، وملي جينا لقينا واحد الكارتيل معلق لي واحد البلاكه، سمحوا لي واحد البلاكه معلقه لي طالبه فيها، غوتنا على جراج بنتي اللي كان غيشريها، غوتنا على واخا ما عندنا حنا ما عمرنا بعدا شنا الورقه الملكيه كي دايره، ما عمرنا شناها. غوتنا على واحد ديك النمره اللي معلم اللي كاتبه تما ديال 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 السمسار ديال التليفون، جاوبتنا السمساره خرجت عندنا من ديك الدار، راه هي راه هي ديك الدار خرجت عندنا قالت كودي راه طالبه 160 مليون، وعطاوها 160 مليون وما بغاش. حسبي الله ونعم الوكيل فاطمه فيك، وراه انت حاجه ومشبكه ببيت الله. فراسك حس مصطفى مات بالغديد، فيه السكر مات بالغديد ديال البلاد، وفراسك جمعه كتفيق مع 6 الصباح باش تمشي تلقى دوك جوج ريالات من الخارج، هادو صحاب الجاليه. فراسك جمعه عيشه كذلك، كلشي كيفيق، كاين الاتفاق حتى مع 3 الليل، صحاب وصحاب صحاب الجاليه كيشطبوا الفلوس بالشطابه، خلاص حنا كنضربوا فيهم تماره. حشومه وعيب وعرانا، كنقول هاد النادي كلهم هادو اللي كياخذوا الاملاك ديال الجاليه. سيدنا شوف فينا، راه حنا كنضربوا تماره عليهم، حتى حنا ولادنا ما قاريينش العربيه وما تيعرفوش يهضروا العربيه، راه مشكل. غدا ولا بعدا ومتنا كياخذوا لنا ملاكنا، راه خاص هادو اللي كيشدوا الرشوه، هاد القودات اللي كيشدوا الرشوه. انا ما كنعممش، ولكن كنقول على هادو اللي كتبوا البلاد، علاش غيكتبوا البلاد وحنا ما كاينينش؟ حنا ما كاينينش، ومالي البلاد ما كاينينش؟ حسبي الله ونعم الوكيل، من 4 المليون طلبت 160 مليون. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حنا بعدا النصارى غسلوا لنا دماغنا، ما كنديوش ديال الناس، كنتمنوا حنا رزقنا ما يديوش الناس. حشومه وعيب وعار هادشي اللي كديرو، واش واحد قاري تاع هي وعدول وعارف بينه وبين الله، غاتجي تعطيك 50000 ريال ولا 60000 ريال ويجيب واحد خر يسيني بلاصتو، راه الحماق هذا، راه تستي هادي، هادي راه بلادنا، بلاد دار راجلي. ونزيدكم ما عمرها وراتنا الملكية، تيقوا بيا ما عمرها شلنا الملكيه كيفاش دايره. فاطمه كنهضر معاك من هذا المنبر، كون كنتي عارفه بينك وبين الله كتحطي راسك للقبله، ملي مات شيخي ولا با، ملي مات جيبي ليهم الملكيه وقول لهم ها انتم وليداتي، انتم حنا كنا جيران. هو راجل كان عسكري طالع قرايد، كان الشيف ديال شيخي الله يرحمه، الشيخ ديال بات راجلي، هذا كان طالع قرايد، حيت هاكا حنا الله يعزك اوروبا بحال الشبعان بحال الجيعان، القايد شاد معنا السربيس في الصيف غيشري الحوت، وما كاينش هذا قايد ولا معك سعادات القيد، هذا كنهضر لا بغيتي تجيو ديوني جي ديوني، علاش كتاخذوا الاملاك ديال الناس علاش؟ المهم نكمل، ما حشومهش عليك خديتي البلاد ب 4 المليون وطالبه فيها 160 مليون، حيت ولدك خدام مع الدوله، وحنا حتى حنا راه من الجاليه والله يحيي سيدنا، سيدنا الله يطول له العمر، حنا كنشوفوا سيدنا هو بالا هو خونا، حنا كندخلوا العمله للمغرب باش حتى حنايا غدا ولا بعدا حنا غنتالوا غنكملوا التقاعد ديالنا غنجيو لبلادنا، ما نبقاوش مغربيين طول حياتنا. لا دوك الجاليه مساكن اللي تيفيقوا مع 6 وكاين اللي تيفيق مع 4 وكاين اللي تيقوم تيدير الليل تيضربوا تماره باش يدخلوا العمله للمغرب، ولا حنا غنغيبوا جو انتم تبيعوا امورنا اللي كتنعسوا طال 10، ما حشومهاش عليك فاطمه، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله فيك. لا حول، راه صيفطت لك ديك المره مع المره اللي جابت لنا النمره ديال التليفون، قالت لك راه باغيه 160 مليون وانت واخداها بربعه، 4 اللي كاينين في الاوراق، 4 اللي كاينين. كيفاش هي خدات هذه الارضه هذه؟ انا عاودت لك حيت كان راجلها هو الشاف ديال فهمتي؟ راجلها هما اللي خداوها مشروكه. الوالد ديالي الله يرحمه وراجلها الحنفي خداو هاد البلاد مسروكين فيها بجوج، ملي ماتوا وبقات عند العيالات حتى هما ورثه، ولكن لهاد الملكيه كما قالت المدام ديالي ما عمرنا شفناها كي دايره، كون كانت تعرف بينها وبين الله تجيبها كما قالت تقول لنا ها انتم وليداتي بحال ها انتم مع الملكيه ديروا ليها فوتوكوبي. ايوا سيدي راه بغيت نقول ها؟ بغيت نقول واحد الكلمة هاكي هاكي ندوز لك مدام يلاه.
وفراسك هذا فراسك حسن هو راه مريض بالسكر، فراسك راه جيت هو مريض بالسكر وما ما تديوش رزقت الناس على العقل. اجي نقول لك عقلتي ملي طلبتي الجمعه، جمعه راه انت عارفه، عقلتي ملي طلبتي لها الملكيه قلتي لها بغيت الملكيه باش باش تسيني تصيفط لي وكالة من القنصل اللي في بولونيا، ومشات جمعة شنو صيفطوا لها، صيفطوا المسكينة جمعة شدات ديك الورقة ومشات لبولونيا. ملي مشات لبولونيا قالوا لي هادو راهم صيفطوا لك الملكية ديال الدار ماشي ديال البلاد. انت حتى الورقة ما قديتيش تعطيها ليهم باش يشوفوها، باش تشوفها القنصلات اللي في ايطاليا اللي في بولونيا. قالوا لي هذه ماشي الملكية ديال البلاد، هذه ملكية ديال الدار. ورجعات وما دارش لكم وكالة، عطيتي لشي وحدة الرشوة يمكن ودورتي معاها، حيت حنا كنشوفوا هنا الرشوة بزاف كاينة. تيقول لك محاربة الرشوة ما بقاتش، باقا كاينة في المغرب سيدنا. سيدنا الله يجازيك بخير، هاد المرة راها نصبات ودات وباقا كنهضر، قالت لي قول الراجل كيسيني، قلت لها راه ما بغاش، قالت لي لا الحق الودن ويعضها. قلت لها أنا راه مشيت للمقام، مشيت لبيت الله ما نكذبش، وعشت مع النصارى 36 سنة، ما يمكن ليش نكذب، أنا كنقول لا فيريتا، الحقيقة كنقولها، حيت الحمد لله واخا ما ترضيش عندنا في هاد البلاد، والله ما نسوق لك، المهم كنقول لك واش ضميرك كينعسك؟ واش تنعسي بضميرك كتحطي الخدة وكترتاحي؟ أنا كنت بلاصتك ما نعش. انا ما نعيش حديد ديال الناس، ديد ديال الوراثه، ديد ديال اليتامى، حسبي الله ونعم الوكيل. انا قلت لك الحقيقه وانا ما عليا والو، المهم انا عيت ننبهك راه كاين الموت في الاخره، ما عمرش كفن كان فيه الجيب، كاين الله وسيدي ربي والموت في الاخر ما كاين والو. انا المهم كنقدم هذا النداء على كل شي صحاب الجاليه، اللي شرى شي حاجه يعود يحط عليه عساس، سينو راه غترجعوا للبلاد وغادي ترجعوا للغربه وغيديوا لك. نعاود نهضر هنايا، كي تدير يا فاطمه تتنسيك، وانت مشيتي لك المقام حتى واحد ما كره يمشي ليه، حشوم عليك حاجه ريال ما نقدرش ناخذوه لبنادم، ما نقدرش ناخذوه لبنادم، حيت يتحسب علينا، حيت يتحسب علينا بالدوبل وبالتريبل وبالكوادريبل. المهم لا حول ولا خلاص، قال لك عاود ليه راه الناس ما فهموش، عاود ليه كيفاش عاود من الاول، من الاول وهذاك خوك اللي مات البلاد تباعت، هذه البلاد تباعت، حنا ما حاضرينش، حنا اربعه الناس عايشين برا، واحد خويا مات غير بالغدايد ديالها وخلا جوج دراري، احنا مخلينهم في دار الوراثه باش نجريو عليهم ونبيعوا الدار، ما جاتناش. انت يا كون كنتي انت كون جريتي عليهم حاشا. المهم كيفاش تتبعت البلاد خلاتنا احنا وجات لعند الاخرين وقالت لهم 4 مليون يمكن كانوا مزيرين ما عرفت، باعوا عليها وحنا ما تسوقنا الخبر حتى دازت اعوام، عاد قالوا لينا راه البلاد تباعت، وهذا راه منكر، هذا راه منكر. الله كانوا مشاركين بجوج، اي راك الاب ديالك مشارك مع كان الاب ديالي مشارك مع مع هذا الحنفي. شوف اخويا هاد البلاد انا رحت عندهم دابا ورماي 36 سنه باش انا مزوجه بهذا السيد، هاد البلاد اللي كنت نسمع من دارهم وكان شيخي تا هو حي قال لك اودي راه شاريين شي ارض في نواحين هاد البلاد، شنو سميتها؟ اولاد العياشي، رانا شاري واحد الارض انا والحنفي. ملي قلنا ليه قال لك راه حنا مشاركنا بجوج، وهو ما كان الشاف ديالو في العسكر شد الملكيه، هو شد الارض، هو ما عليناش شد الارض هوايا، بقات عنده الملكيه حتى مات، حتى مات شيخي الله يرحمه، بقى هو ذاك السيد اللي مشارك معاه بقى مورا شي اعوام. من بعد تفاجئنا بانني راجت عند 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 عقوسي، هي بوات هذا السيد، موت هذا السيد، قال لك راه بعت ليها البلاد، راه جات عندها وقالت لها شوف يا فلانه غنعطيك 4 المليون والملكيه راه عندي، غنعطيك هاد 4 المليون وغتمشي تسيني معايا ما عرفتش فين، داتا سينا حتى واحد ما قبل ليها.
حنا ما فهمنا والو، حنا اصلا ما عمر الملكيه شاف راج اللي كاع عليه هو الكبير فيهم. كون عين جابته وقالت لك اودي راه غادي نبيعو، ماشي مشكل بيعي. احنا دابا حاليا انت وجهك حنا نتبعوا المسطره، واش تقول لنا هادشي هو اللي كاين؟ حنا ما عندنا ما نديرو لك، حيت هادشي اللي درتي انت يا فاطمه حسبي الله ونعم الوكيل، اللي درتي هادشي راه ماشي قانوني وراه تيعاقب عليه المخزن. بعدا خاصك ديريها في راسك، ديريها في راسك بانني هادشي راه تيعاقب عليه المخزن. حنا كنا بلاصتك والله ما نديوها لك، كون كنتي عطينا الملكيه ديالك اين فوا مات.